مثل لاعب احمد عبيد واللاعب مالك كنعان شاهدناه في الامس، وايضا اليوم اللاعب يوسف ابو وزني متواجدا مع الفريق. جامبول لمصلحه منتخب الفلبيني، خماسي المنتخب، كرة لمصلحة منتخب الفلبين، جاستن على الثري بوينت وعم بيسجل اللاعب جاستن أول ثلاثية نشاهد لقطات من بدنا نقلل من السكند شانس يا شباب، لازم نعمل الريباوند وثري بوينتس جديدة للاعب دويت راموس. نادر عبيد عن الثري بوينت بيجرب عبيد وعم بيسجل أحمد عبيد الثلاثية الأولى جاستن عم بنشوف عليه الدافع عليه اللاعب محمود درويش، جورج عم بجرب من التو بوينت جورج وعم بسجل بالباك بورد جورج. سام لدويت راموس عن الثري بوينت مجددا وعم بسجل لاعب دويت اللاعب المنتخب التسديدات الثلاثيه احمد عبيد، احمد عبيد وعم بتحصل سام دويت راموس عن الثري بوينت وعم بسجل الثلاثيه الثالثه دويت راموس في الموسم الماضي. يوسف ابو وزني، يوسف وزني تحت سلة يوسف وعم بسجل يوسف نقطتين. سام دويت راموس والثلاثية الرابعة لدويت راموس، مش ممكن يا شباب. تيرنوفر المنتخب الأردني، أربعة تيرنوفر مقابل اثنين تيرنوفر على المنتخب الفلبيني. عبيد بده يكمل عبيد على الباسكت وفي بلوك شوت من اللاعب أنجيلو المنتخب الأولمبي. عبيد عم بجرب عن التو بوينتس عبيد وعم بسجل احمد عبيد. سام عم بدافع عليه ادهم سام وعم بكمل على السله وعم بسجل نقطتين العاب منتخب الفلبين. نادر نادر ابو وزني تحت السله وعم بسجل بالاند وان يوسف ابو وزني، ممتاز يا يوسف عم بقلص الفارق يوسف. وعند ريباوند لنادر احمد، برافو يا نادر لدرويش، درويش بيطلع على السله وبيسجل اللاعب محمود درويش. دويت انجيلو وفي اوفنسيف فاول، خطا هجومي على اللاعب انجيلو عم بتحصل ويليام، بده يكمل على الباسكت ويليام، تمريره لشون تحت السله وعم بسجل شون. جوردن لراموس عن خط الثري بوينتس، راموس وثلاثيه جديده، خامس ثلاثيات للاعب دويت راموس. ابو وزني بده يكمل يوسف، يوسف في بلوك شوت من اللاعب شون على اللاعب يوسف. ابراهيم حماتي، حماتي عن الثري بوينتس، ابراهيم حماتي وعم بيسجل اللاعب ابراهيم حماتي. حماتي بده يكمل كيك اوت لخالد ابو عبود يجرب عن خط الثري بوينتس، ابو عبود وعم بيسجل خالد ابو عبود. محمود درويش ومقطوعه واللاعب جوزيف بده يكمل على الباسكت في بلوك شوت من اللاعب ابراهيم حماتي ولا اروع، ممتاز يا ابراهيم. يلا يا درويش ابو عبود، خالد خالد يجرب على الثري بوينتس في بلوك شوت. راموس راموس عن الثلاث نقاط وبيسجل دويت راموس العاب المنتخب الاردني. حماتي لايمن خالد عن الثري بوينت وعم بيسجل اللاعب ايمن. دويت لشون تحت السله وتمريره ولا اجمل من اللاعب، لكن انا يسترجعها نادر احمد، نادر احمد وايضا تيرنوفر جديد لكارل، كارل اللي عم بيسجل بالاند 1 نقطتين ورمي الاولمبي الاردني. مقطوعة من اللاعب دويت راموس ونقطتين أيضا جداد للاعب ري لنادر أحمد عن الثري بوينتس نادر وعم بيسجل اللاعب نادر أحمد. أيضا ريباوند جديد، فرصة ثانية وفرصة ثالثة للمنتخب الفلبين. دويت راموس والثلاثية السابعة في هذا اللقاء، بده يدير باله يوسف وما بدنا إياه يعمل الفاول الرابع. جاستن عن خط الثري بوينت، جاستن بسدد، جاستن لاعب مميز، تسديده واحده ايضا لابراهيم
لاعبين لابو وزني اللي بيطلعوا بالدنك يوسف ابو وزني. لنعود اليكم في مجريات الربع الثالث من هذا اللقاء. مميز كان اللاعب جاستن على السله. احمد عبيد وعم بيرد عليه عبيد، ممتاز يا احمد عبيد. لا خالد ابو عبود امام انجلو، خالد ابو عبود يلعب على الباسكت، خالد ابو عبود وعم بيسجل خالد ابو عبود. جاستن نرى في عزل كامل على اللاعب دويت راموس. جاستن وعم بيسجل على مميز جاستن في التسديدات الثلاثية. ابراهيم حماتي بيكمل على الباسكت وعم بيسجل. حماتي بده يكمل على الباسكت ابراهيم حماتي وعم بيسجل بالاند ون ابراهيم حماتي. حماتي والرمية الحرة الإضافية وبيسجل ابراهيم حماتي وبيرفع نقاط انجيلو. من امام اللاعب احمد عبيد عم بيسجل ابراهيم حماتي. ابراهيم سريع حماتي، سريع حماتي وبيسجل ابراهيم حماتي. في الناحية الهجومية اداء مميز من اللاعب ابراهيم. انجيلو دافع عليه اللاعب خالد ابو عبود، انجيلو عم بيسجل نقطة. دويت جاستن وعم بيسجل نقطتين لاعب جاستن. ادهم بيكمل على الباسكت وعم بيسجل ادهم الدجاني. انجيلو انجيلو بده يكمل على الباسكت، انجيلو وعم بيسجل نقطتين. جوردن جوردن ويليام جوردن عن خط 3 بوينتس وعم بيسجل اللاعب جوردن. محمود درويش محمود درويش بكمل على السلة محمود وعم بيسجل نقطتين اللاعب الشاب محمود درويش. طول مميز جوردن عن خط 3 بوينتس مرة ثالثة جوردن والثلاثية. أدهم الدجاني لخالد أبو عبود تحت السلة، خالد والريباوند لكارل. أنجيلو وفي فولو من اللاعب سلة والريباوند لري. ري في صناعة ألعاب الفلبين بده يكمل ري وعم بيسجل نقطتين اللاعب ري. أنجيلو لجوزيف عن التو بوينتس عم بيسجل، يجب عليه التركيز تحت السلة. نادر أحمد للهزايمة عم بيجرب الهزايمة وعم بيسجل اللاعب محمود الهزايمة. رون ونقطتين جداد للمنتخب الفلبيني واللاعب وتمريرة ولا أجمل من اللاعب رون للاعب ري. حماتي لمحمود الهزايمة، محمود وفي بلوك شوت لاعب شون وتصنيفه الحالي في المركز 31. نادر أحمد عن خط 3 بوينتس أمام أحمد عبيد وثلاثية. نادر تمريرة جميلة للاعب محمود هزايمة. سانديف لرون اللي عم بجرب عن 3 بوينتس رون وبسدد الثلاثية الثانية له. جورج سين عم بيسجل ايضا ديف. ديف كارل ديف ديف وايضا في فولو من ابو راشد. ممتاز يا ابو راشد، يجب اعطاء هؤلاء اللاعبين الفرصه. برافو يا غازي. اللقاء رود والريباوند لمنتخب الفلبين واللاعب ديف عن خط الثري بوينتس. ديف عم بتضيع وريباوند جديد لمنتخب الفلبين وينتهي وقت هذا اللقاء. والربعين شباب يحتاجون الى الخبره وكسب الوقت والمباريات. نتمنى لهم كل التوفيق اعزائي المشاهدين.